اذا متابعينا الكرام دائما من محيط ملعب العربي الزولي وانطلاق مقابله الرجاء الرياضي والعين الاماراتي متابعينا الكرام برسم الاستعدادات اللي كيقوموا بها الفريقين للموسم الجديد ان شاء الله متابعينا الكرام. اكيد مقابله كبيره، مقابله ما بين فريقين يعني اللي نهاو هذا الموسم بألقاب بلقبين سواء نادي الرجاء الرياضي بطل الدوري المغربي وكذلك نادي العين الإماراتي بطل آسيا وبطل الدوري الإماراتي. متابعينا الكرام مقابلة ودية أخوية رائعة بين فريقين كبيرين، كنا كنتمنوا أن هذه المقابلة تكون بحضور جماهيري ولكن للأسف الجماهير اللي غابت يعني من هذا المقابلة متابعينا الكرام. استنفار أمني كبير متابعينا الكرام أمام ملعب العربي الزولي. وكذلك ما نساوش نذكركم أنكم متابعينا الكرام يعني كتشوفوا ملعب العربي الزولي بالحلة ديالو الجديدة فأكيد ما نساوش نرحبوا مرة أخرى بإخواننا الإماراتيين وكل مكونات نادي العين الإماراتي، كذلك ترحاب كبير اللي لقاوه من طرف الجماهير المغربية. إذا متابعينا الكرام من منطقة الحي المحمدي ومقابلة الرجاء الرياضي متابعينا الكرام ونادي العين الإماراتي. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام مدرجات فارغة واستنفار أمني يحيط بكل أرجاء ملعب العربي الزولي متابعينا الكرام. أكيد أن الإصلاحات لازالت جارية بملعب العربي الزولي متابعينا الكرام من أجل تأهيله للكاف وكذلك من أجل باش أنه حتى الجماهير وكذلك فريق الرجاء الرياضي يستفيد من الملعب العربي الزولي. إذن متابعينا الكرام إلى هنا أختم معكم هذا المباشر إلى مباشر آخر إن شاء الله إلى اللقاء.